مرحبا والله يسعد اوقاتكم بكل الخير. بدت الشتويه، بدت ايامها وسهراتها الحلوه، ان شاء الله بتنعاد عليكم كل سنه وكل عام وانتم بخير، خير وصحه وعافيه وسلام باذن الله. حاعمل اليوم كيكه مثل ما بسموها كلاسيكيه بطعم القهوه والشوكولاته. اول شيء حابدا اشغل الفرن على درجه 175 درجه مئويه حتى يكون جاهز معنا. حابدأ بعدين دوب الزبدة 225 غرام، حدوبها بالميكروويف وضيف عليها الحليب. زبدتنا صارت جاهزة، حضيف إلى الحليب 2 ديسي لتر، 2 من قياس المعلقة هاي الكبيرة اللي بتيجي 100 ميلي يعني 200 ميلي. هدول صاروا جاهزين معنا. هنبدأ بالبيض وبالعجينة. هنحتاج 5 بيضات، وحضيف لهم الفانيليا معلقتين صغار، وحضيف السكر 4 ديسيلتر ونص. برجع بفرجيكم هاي المقادير، بيطلعوا حوالي 320 غرام. حبلش اخفق. مثل ما شايفين صارت معنا مثل رغوة بيضة، نتأكد انه داب السكر منيح. حابدا اخلط الطحين والكاكاو، انا حاططهم مع بعض 6 ديسيلتر طحين وواحد وربع كاكاو. قبل انا حانقل لوعاء تاني اكبر. حابدا نخل وضيف المواد الجافة كلها مع بعض، طحين والكاكاو والبيكنج باودر 3 معالق صغار كلهم مع بعض. بدي اخلطهم على مهلهم. راح ضيف الزبدة والحليب. بسم الله. هكمل خفق. ما شاء الله حجم عالي. هيطلع معي هيدا المزيج. حصبهم هيدا الجاط مجهزته بورق زبدة، او بتحطوا عليه تدهنوه بزبدة مثل ما بتحبوا. هلا هحطها بالفرن، طبعا احنا مجهزينه قبل على 175 درجة مئوية، وهلا على ما تجهز كيكتنا وتخلص هي بالفرن طبعا حنعمل كريمة التزيين اللي بنحطها على سطح الكيكة. زبدة دوبتها 75 غرام، كاكاو وفانيليا، كاكاو نص ديسيلتر وفانيليا معلقتين، حضيفهم سكر بودرة. انا بقول هيدا حسب انتي ما بتحبي، ممكن ما بدنا اياها تكون حلوة لانه اوريدي هي فيها سكر بالخلطة. قهوة سريعة 3 ارباع ديسيلتر، شفنا المقادير اللي منعير فيها، بيبقى جوز الهند منرشه على الوش بعدين. حاخلطهم ونجهزهم لندهن فيها سطح الكيكة.
صارت جاهزة معنا، بس لحتى نستنى تخلص كيكتنا. وهيك كيكتنا صارت جاهزة، ولنتأكد بأي عودة عنا تكون نظيفة طبعا، نشوف انه تمام. حاستناها لتبرد شوي، وبعدها ححطلها كريمة التزيين اللي عملناها، وحرش على وشها جوز الهند. استنى شوي ونرجع. تركناها لتبرد شوي، وعشان هيك انا فضيتها شلتها من الجات تبعها اللي كان بالفرن، وححط عليها كريمة التزيين اللي عملناها، كاكاو وقهوة. بهيدا الوقت خليني اقولكم اذا عملتوها بجات اكبر شوي حتاخد وقت اقل بالفرن. ريحة الكاكاو والقهوة غير شكل صراحة. وحارش على وشها جوز الهند. بعد ما قطعناها هنشيل قطعتنا، وهي هي كيكتنا بطعم الكاكاو والقهوة. إن شاء الله بتعجبكم، وألف صحة وهنا.